اهلا بكم. موضوع جديد، موضوع محتاج نوقف. ليش نوقف؟ لانه حنتكلم عن الثعابين السامة على مستوى العالم. ذكرنا انه في العالم في انواع كثير من الثعابين السامة منتشرة على وجه الارض، بحسب البيئات، بحسب المناطق، بتختلف من مكان لاخر. في امريكا الشمالية في الافاعي المجلجلة، في الصحاري العربية عندنا الافعى المقرنة، الكوبرا العربية، في جنوب شرق اسيا الكوبرا ذات النظارات، في افريقيا المامبا. هذه ثعابين سامة، لكن ايش هي خطورتها؟ ايش درجة خطورتها؟ هذا اللي حنتكلم عنه في حلقتنا. الثعابين السامة بتقاس درجة سميتها بحاجة اسمها LD50. LD50 كمية السم اللي بتكفي لقتل 50 فأر من 100 فأر من فئران التجارب. عشان نستوعب خطورة الموضوع، في ثعابين ممكن السم اللي بيطلع منها في اللدغة الواحدة يقتل لغاية 250 ألف فأر. طبعا هذه حاجة صعبة وحاجة قوية جدا. اختلف الترتيب في العالم بحسب المناطق وبحسب الدراسات اللي أجريت، المسميات نفسها تقريبا، لكن في اختلاف في الترتيب بحسب المسميات. الترتيب اللي موجود وهو يمكن الأصح اللي موجود على مستوى العالم، أول ثعبان عندنا التايبان. ثعبان التايبان من أخطر الثعابين اللي موجودة على وجه الأرض. السم اللي بيطلع منه بيكفي لقتل 100 شخص. كمية السم اللي بيخرجها في اللدغة الواحدة ممكن تسبب الوفاة ل100 شخص. الثعبان الشرقي البني اللي اسمه مولغا من أضخم الثعابين السامة في أستراليا، طبعا سميته شديدة جدا. التايبان الساحري كمية السم اللي بيخرجها ممكن تقتل 12 ألف خنزير بري. ثعبان النمر الشرقي ممكن يسبب الوفاة في 30 دقيقة فقط. من الثعابين السامة ثعبان النمر القاري عندنا الكرايت الأزرق أو ثعبان الملايو كما يسموه، بيسبب 50% من الوفيات حتى في حالة أخذ الترياق المناسب. ثعبان النمر الأسترالي من الثعابين السامة والخطرة. ثعبان النمر الأسود الأفاعي القاتلة اللي هي اللي قلنا عليها الأفاعي والحيات. الثعبان البني الغربي. ثعبان البحر ذو المنقار بيسبب أكثر من 50% من حالات اللدغ وأكثر من 90% من الوفيات بالنسبة لثعابين البحر. أفعى الطفية المنشارية من أخطر أنواع الأفاعي وتعتبر رابع أفعى على مستوى الهند. ثعبان البومسلانك ذو الرأس النحاسي كوبر هيد. الأفاعي المجلجلة، طبعا الأفاعي المجلجلة بتختلف حسب تركيبة السم اللي عندها، لكن في أنواع منها أقواها الأفعى المجلجلة الشرقية ذات الظهر المعين. هذه من أخطر الأنواع، يمكن من أكبر أنواع الأفاعي المجلجلة. كوبرا كلها سامة. كوبرا الفلبين اعتبروها من أخطر أنواع الكوبرا. المامبا اللي موجودة في أفريقيا، المامبا السوداء والمامبا الخضراء، من أخطر ثعابين أفريقيا، بتسبب الوفاة خلال دقائق فقط. الأبتر أو الداب الأسود أو الأتراكتس اللي موجود في السعودية، في جنوب السعودية، بيسبب الوفاة خلال 10 دقائق فقط.
هذه الثعابين السامة حسب ترتيبها، حسب درجة سميتها، حسب خطورتها. لكل نوع من الثعابين أمصال خاصة. الأتراكتس أو الدابة الأسود لغاية الآن ما له مصل معين. اللي يهمنا في الموضوع مو إنه نعرف إيش الثعابين الخطرة وإيش اللي مو خطرة، لا، اللي يهمنا نعرف إنه في ثعابين سامة وخطرة وسميتها شديدة جدا، فبالتالي محتاجين ناخذ فكرة عنها عشان نعرف كيف نتصرف لو لا سمح الله في يوم من الأيام أتعرضنا للدغة ثعبان سام أو أحد تعرض للدغة. كيف نتصرف؟ إيش نسوي بالضبط؟ إيش درجة خطورة الثعبان؟ كيف نطبق الإسعافات الأولية؟ هذه كلها معلومات مطلوبة ومهمة جدا. أرجع أكرر، وزي ما بقول في كل موضوع بتكلم عنه لازم نوقف نتأمل نفكر نتدبر ويكون عندنا علم ومعرفة لو بسيطة، عشان موضوع الثعابين زي ما قلنا بيكون الفرق بين الحياة والموت. طبعا الموت بيد الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بناخذ بالأسباب. أتمنى لكم السلامة، وأتمنى إن شاء الله ما تقابلوا ولا ثعبان من الثعابين هذه ولا غيرها إن شاء الله. شكرا لكم، وتمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.